عروضه، والفرصة العيناوية مرة أخرى داخل منطقة الجزاء. هذه المرة حكم المباراة يشير إلى وقوف ضربة الجزاء في المرمى، وياسر القحطاني يتقدم. هذا هو ياسر القناص العيناوي الجديد، يرسل كرة في الشباك والهدف العيناوي الأول، وهو هدف التعادل الآن عن طريق ياسر القحطاني. آسر قلوب الهلاليين، وفي الطريق أن يكون آسر قلوب العيناويين، هو من يضع البصمة الأولى للفريق العيناوي عن طريق ضربة جزاء ترجمها صح ووضعها في شباك حارس المرمى مالك أحمد، وأعلن عن تعادل الفريق العيناوي. هذا هو الهدف الأول، بحثا عن استعادة ذكريات زمان أول يا العيناوي، هم يبحثون عن ذلك. وياسر القحطاني وضع الحارس في مكان ووضع الكرة في مكان آخر، واهتزت شباك الرفاع البحريني. اهتز